طيب احنا بقى هنروح نشوف دلوقتي تمرينات جديدة مع كابتن احمد عوض، وبعد كده هيكون في فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم. صباح السعادة عليك يا كريم الدانهاند، وعلى جمهور النادي الاهلي العظيم، وعلى مشاهدي قناه الاهلي جميعا. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا برضو بتفيد 90% من الناس، اللي هي عايزه تحرق الدهون او تعمل شيب لعضلات الرجلين او منطقه الرجلين او للمنطقه السفليه من الجسم. هندي تمرينه جديده عشان تعلي الحرق في المكان ده وتحرق الدهون اللي في المكان ده وتقوي العضلات. اهم حاجه في التمرين البوزيشن، طريقه التمرين مهمه والبوزيشن بتاع التمرين. يعني هنعمل اول حاجه سكوات بعد ما نكون سخننا كويس قوي، زي ماشي في المكان ليك كير ني، اعمل المجموعه دي مثلا 8 حركات 8 مرات ورا بعض لمده 5 دقائق. فده مهم جدا عشان ارفع درجه حراره الجسم وازود المرونه والليونه في العضلات. بعد كده اعمل رجلي 7 واعمل سكوات من 15 ل 20 عدة. المهم ان انا اقعد لورا، لو قعدت لقدام كده هدمر ركبتي، فاقعد لورا. هعمل 15 اوكي، بعد كده انزل على الارض هعمل جسمي مفروت كيك باك، الركبه اللي بتنزل ما تلمسش الارض. خلص 15 يمين 15 شمال واطلع فوق تاني اعمل سكوات بس ضيق زي ما هو اللي احنا عملناه الاول. كده انا بجمع حركتين مع بعض، فكده بدخل جسمي في الزون بتاع حرق الدهون. انا بستخدم الطاقه من الدهون اللي في جسمي عشان احرق الدهون اللي في المنطقه دي واخسس المنطقه اللي تحت، وارجع تاني كيك باك. نشرحها اكتر، جسمي مفروض، ظهري مفروض، كتفي فوق كويس، بلاش نزق جامد، لا هعمل كنترول على ايدي بالراحه، ركبتي بتنزل ما تخبطش في الارض. 15 يمين 15 شمال، اقوم اقف هرجع تاني اعمل السكوات. كده احنا خدنا العضله اللي ورا مع عضلات الرجلين اللي قدام، شغلت كميه عضلات سوبر سات مع بعض، حركات مختلفه 15 15 ثلاث مجموعات ورا بعض. خلصت هخش على التمرين اللي بعده، هتمرن العضله الخارجيه مع العضله الداخليه سوبر سات برضه، وده عشان اخد الطاقه بتاعتي من الدهون. الركبه اللي انا واقف عليها ما تبقاش مفروده اللي عرفت الخطا تبني، وانزل بالراحه، ما انزلش اخبط في الارض، ما انزلش اخبط في رجلي عشان ما ادمرش الغضروف الداخلي، لا في كنترول على الرجل وهي نازله. خلصت رجلي اليمين هاخد الشمال. لو انا عندي توازن مش لازم اسند، يبقى كده بشغل حرق اكتر. خلصت يا اما هقف على ستاب زي ده يا اما على الارض. المهم ان انا رجليا افتحها عن السكوات العاديه، السكوات العاديه كده، لا الثانيه سكوات وايد اللي هي الواسع عشان اشغل معايا العضله الضمه تحت، وما افردش رجلي على الاخر وانا طالع لفوق، لا قبل الاخر بسنه صغيره وانزل تاني وما ضمهاش لجوه عشان ما ادمرش الغضاريف الداخليه. خلصت 15 هنزل اعمل 15 يمين، بعد كده 15 شمال. كده بقى انا خدت العضله الخارجيه العضله الداخليه برضه السوبر سات ورا بعضها. خلصت ثلاث مجاميع يمين شمال، بعد كده الضمه الداخليه، خلصت كل ده اخد بريك ممكن 30 ثانية بس راحة ايجابية، واشرب مية كويس قوي بين التمارين، مفيش مشكلة بالنسبة للمية. خش على التمرين اللي بعده، وده اصعب تمرين ولازم نركز فيه قوي، في الركبة اللي قدام والركبة اللي ورا. اهم حاجة كعب رجلي اللي ورا مرفوع لفوق ما بينزلش الارض خالص، ركبتي اللي قدام ما بتطلعش لقدام، تفضل فوق الانكل، الركبه اللي ورا
ما تبقاش ضيقه هنا عشان ما تنزلش اثر على الركبه، لا تبقى 90 درجه عشان لما انزل تحت دي تبقى 90 درجه ودي تبقى 90 درجه. هطلع هنا، هنعمل الحركه دي مع بعض 15 عده، بعد كده هعكس الرجل الثانيه خلصت دي هرجع تاني الثانيه وهكذا 3 مرات. زي ما اتفقنا الاهم من التمرين الاطاله اللي بعد التمرين، مهم جدا اعمل اطالات برجليا، ده للخلفيه ده للكولف. ده للضمه، هنزل تحت وازق بايدي لبره، هنزل واحده رجليا عشان اعمل ستريتش الاليا لو اقدر وانا واقف من غير ما اسند. نفس ما عنديش بالانس اسند كده، بقى عملت ستريتش الاليا للعضله الخارجيه. كل اطاله لكل عضله بعد من 20 ثانية ل 30 ثانية عشان العضلة تستفيد وترجع للمدى الطبيعي بتاعها. وكده يكون النهاردة عملنا تمارين عشان نخسس منطقة الرجلين أو نشد عضلات الرجلين أو نعمل شيب في عضلات الرجلين. في الآخر اللي بيخسس ويتخن النظام الغذائي اللي ماشيين عليه. مع معلومة مفيدة الحلقة اللي جاية إن شاء الله، ربنا يحفظكم جميعاً.